أقيم الحفل الختامي لفعاليات اختيار القاهرة عاصمة للثقافة في دول العالم الإسلامي والتي استمرت لمدة عام. وشهدت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني والمدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإيساسكو سالم بن محمد المالك شهدا الاحتفالية الختامية التي أقيمت على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بهذه المناسبة. تتويج لمكانتها الفريدة ملتقى للثقافة والإبداع عبر الحقب الزمنية المتعاقبة ونقطة تلاقي بين الشرق والغرب، أقيم الحفل الختامي لفعاليات القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي ضمن سلسلة تزيد عن 150 فعالية استمرت لمدة عام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهاردة في عرض فني بتشارك فيه مجموعة كبيرة من فرق الوزارة، من هيئة قصور الثقافة وفرق الأوبرا وقطاع الإنتاج الثقافي ومجموعة كبيرة من الفنانين التابعين لقطاعات وزارة الثقافة المختلفة. العرض بيعبر عن الثقافة المصرية عبر العصور، وده هيكون الختام بتاع العام كله. ما تم خلال هذا العام وما رأيناه اليوم هو تتويج لهذا العام. حقيقة كان عام مليء بالأنشطة وبالنشاط وبالحيوية يعني جميع أشكال الثقافة اللي يتمناها الشخص أن تكون في عاصمة الثقافة. ترجمت القاهرة كعاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، البرنامج الجديد لعواصم الثقافة في العالم الإسلامي، لا البرنامج الذي نطمح إليه، نطمح أن نصل إليه، البرنامج الذي تطمح شعوب العالم الإسلامي إلى أن تراه. ضم الحفل الختامي عروضا فنية وتراثية بساحة دار الأوبرا بمشاركة فرق التنورة التراثية، وعرضا لأوبريت هنا القاهرة على المسرح الكبير رؤية وإخراج خالد جلال، ثم مجموعة مختارة من الأغاني التي قدمها النجم مدحت صالح بقيادة المايسترو أحمد عامر. احنا العرض احنا مسمينه سيمفونية القاهرة، وهو الخليط الثقافي العظيم اللي موجود من تاريخ مصر كله واللي احنا في الواقع نتاجه كمسرحيين وكسينمائيين وأدباء وشعراء. الحفلة حلوة قوي الحقيقة لغاية دلوقتي، طبعا الشو اللي عملوه حلو جدا جدا جدا، وبعدين يعني جايب كل نواحي الفن في مصر. طبعا هي الحفلة رائعة جدا جدا، وأكتر حاجة أسعدتني إن احنا مجمعين جميع الشعوب العربية، ثقافة الشعوب العربية. طبعا دائما مصر أم الدنيا وقد الدنيا، وده دليل يعني العرض النهاردة واقع لأنه مصر دايما هي أم العالم العربي كله. احتفاء بسلسلة من الأنشطة الثقافية والإبداعية والفنية لاختيار القاهرة عاصمة الثقافة في دول العالم الإسلامي اختتمت بهذا الحفل الختامي بنسيج ثقافي يمثل طريقا آمنا للتعايش والسلام. سالي سالم، التلفزيون المصري.